كتيره محتاجين دلوقتي نروح نسمعها من خلال زميلنا محمد توفيق المتواجد حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نعرف منه كل التوضيحات وكل الاخبار بخصوص تدريب فريق النادي الاهلي. توفيق، مساء الفل، واخر الاخبار عندك من مقر النادي الاهلي بالجزيره. مساء الخير الزميل العزيز محمد سعيد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي جمهور النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما كنت بتتكلم في البدايه، مشروع القرن، ويا رب جمهور النادي الاهلي دايما يفضل في انجازات ونجاحات. زي ما تتكلم محمد على الانجاز في الجانب الانشائي، زي ما انت قلت في خط متوازي، فريق الكوره بطل افريقيا بيستأنف تدريباته منذ الامس استعدادا طبعا للمرحله القادمه وبطوله الدوري العام وعدد كبير جدا من المباريات في الفتره القادمه. مستر كولر زي ما انت قلت حاطط في حسبانه كل هذه المباريات، ولكن بالطبع استئناف التدريبات في ظل نقص عدد شديد، بتتكلم في 11 لاعب في المنتخب القومي المصري، 3 لاعبين كمان في المنتخبات المختلفه، كمان عندك 5 لاعبين في منتخب الشباب مواليد 2005 و2 لاعبين في المنتخب الاولمبي. اعتقد يعني ده دور النادي الاهلي الوطني بالطبع ومد كل المنتخبات الوطنيه باللاعبين سواء في كره القدم او كمان في كل الرياضات الحمد لله يا محمد. ولكن طبعا مستر مارسيل كولر اللاعبين موجودين منذ الامس والمحاضره مع اللاعبين واهميه هذه المرحله والتحضير لاستئناف بطوله الدوري العام. خدنا بطولة افريقيا، عملنا انجاز كبير، ولكن الموسم لم ينتهي بعد، لسه عندنا بطولة مهمة جدا لجماهير النادي الاهلي وهي بطولة الدوري العام. يقتصر بس الوجود اللاعبين على لاعبي الفريق الاول المتواجدين ولم ينضموا الى المنتخبات المختلفة، ولكن يا محمد كمان لما تبص في تدريب النادي الاهلي تلاقيه مليء باللاعبين الدوليين، يعني عدد كبير من اللاعبين الدوليين اللي سبق ليهم تمثيل منتخب مصر موجودين في التدريبات، كلهم نجوم، عمرو السوليه، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، محمود متولي وغيرهم من اللاعبين. اعتقد يعني التدريبات بتسير بشكل اكثر من رائع. طبعا في يعني ايه انتظار اتمام اللاعبين بشكل متتالي بعد كده محمد، سواء لاعبي منتخب الشباب او كمان اللاعبين اللي بتلعب في المنتخبات الاولى ان شاء الله عقب نهايه الاجنده الدوليه. اعتقد هيبقى فتره قليله جدا طبعا قبل مباراه فاركو، ولكن طبعا لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني قادرين على التعامل مع مثل هذه المعطيات، خاصه تتكلم محمد الفريق منتخب مصري ومعاه 11 لاعب هيرجع تقريبا يوم 11 يونيو، والمباراه اول مباراه مع فاركو هتبقى في استاد برج العرب يوم 14 يونيو. اعتقد مده قليله جدا، ولكن ان شاء الله عدد كبير جدا زي ما قلنا من اللاعبين الدوليين اللي لم ينضموا للمنتخبات موجودين في تدريبات الفريق الاول. ومع اكتمال العدد باذن الله رب العالمين نشوف فريق النادي الاهلي وعودته المحليه باذن الله تكون قويه، والدفاع على اللقب العام الثاني على التوالي في بطوله الدوري العام باذن الله رب العالمين. طيب انا شايف من الصوره اللي قدامي، ويمكن دي لقطات للتدريب اللي بدا من حوالي ساعه وربع، يعني شايف قدامي عمرو السوليه في التدريبات، شايف احمد عبد القادر، شايف كريم فؤاد، يعني حتى اللعيبه اللي كان ممكن عندهم اصابات في الفتره الاخيره، كريم نيدفيد كمان، كله بيشارك الحمد لله. قائمه الاصابات خاليه دلوقتي، مفيش لعيب مصاب في المرحله الحاليه غير علي معلول اكيد. بالفعل يا محمد باستثناء علي معلول زي ما قلت مفيش اي اصابات الحمد لله في الفريق، نتمنى ان شاء الله ان ربنا يديمها علينا نعمه الفتره الجايه. انت عندك ضغط ومباريات كبير جدا يا محمد، بتتكلم تقريبا في 19 مباراه هتلعبهم خلال شهرين فقط، فمحتاج كل لاعب ان شاء الله، كمان اللاعبين الموجودين في المنتخبات المختلفه يرجعوا بالسلامه باذن الله رب العالمين. وان شاء الله يعني مفيش يعني الحاجه الوحيده اللي ناقصانا يا محمد هي توفيق ربنا لينا، يكون اللاعبين في حاله بدنيه وفنيه كمان كويسه، وباذن الله الفتره الجايه هتبقى صعبه جدا، محتاجين لجهود كل اللاعبين، ومحتاجين قبل ده كله كالعاده محمد اللاعب رقم واحد في الفريق هو جمهور النادي الاهلي يكون في ظهر الفريق كعادته دائما. ان شاء الله نفرح النهارده بالانجاز الكبير زي ما كنت بتقول في مقدمتك، وباذن الله كمان فريق الكره يفرحنا كعادته دائما، ويبقى النادي الاهلي دائما في انتصارات وبطولات وانجازات باذن الله رب العالمين. طيب في ظل غياب الشناوي ومصطفى شوبير اللي موجودين حاليا مع المنتخب الوطني، موجود عندك الزنفولي وعندك كمان اعتقد مصطفى مخلوف، هل تم تصعيد حراس من القطاع؟ ولو عندك اسماء لعيبه والمرحله السنيه، لو في لاعبين اخرين بخلاف مركز حراسه المرمى برضو نقول اسمائهم بحيث ان الجمهور يعرف مين او كم لاعب تم تصعيده من القطاع. ويمكن يا محمد المجموعه الكبيره اللي كانت بتنضم في الفتره اللي فاتت لقطاع من قطاع الناشئين للفريق الاول معظمهم تقريبا في معسكر منتخب الشباب مواليد 2005. بالطبع النادي الاهلي طبعا انت عارف ان الموسم انتهى لكل قطاعات الناشئين، ولكن النادي الاهلي كعادته دائما بيعمل حساب كل حاجه، فعدد كبير جدا من الناشئين الواعدين اللي كان دائما مستر مارسيل كولر بيستعين بهم في مثل هذه الفترات، وكمان يمكن اللاعبين دول مجموعه كبيره منهم بتشارك مع الفريق او كانت مقيده كمان في القائمه الافريقيه في البطوله الاخيره، وبالطبع حسبت ليهم اول بطوله افريقيه في تاريخهم. بتعامل منهم زي ما بنقول كده محمد فريق الامل، بيتدربوا موجودين عادي جدا في ملاعب الناشئين بمدينه نصر، بيتدربوا بشكل يومي بحيث ان مستر مارسيل كولر في اي وقت احتاج اي حد منهم هيكون موجود في تدريبات الفريق الاول. يمكن بس الناشئ الوحيد اللي موجود في التدريبات النهارده زي ما انت قلت في مركز حراسه المرمى بجوار محمود الزنفولي ومصطفى مخلوف، موجود حازم جمال حارس فريق من النادي الاهلي مواليد 2005 موجود طبعا علشان التدريبات المختلفه داخل قطاع الناشئين هنا. في حاله احتياج مستر مارسيل كولر لاي من الناشئين او عدد زياده من اللاعبين بالطبع هم موجودين زي ما قلت لك بيتدربوا
تحت قياده المدير الفني الحسن محمد مدرب قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. اي وقت يحتاج اي حد فيهم هيكون موجود. وزي ما قلت لك انت بتتكلم في 5 لاعبين من اللي كانوا موجودين على طول سواء في قائمه الفريق في البطوله الافريقيه الاخيره او كمان موجودين في تدريبات الفريق الاول موجودين مع منتخب الشباب. دايما يا محمد النادي الاهلي عامل بابنائه وقطاع ناشئينه، ويا رب دايما زي ما قلت لك الفريق يكون موفق، النادي كمان موفق الحمد لله وبيسعد جماهيره في كل لحظات سواء داخل الملعب او خارج الملعب كمان باذن الله. زميلنا محمد توفيق موفد قناه الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات من مقر النادي الاهلي بالجزيره. شفنا بالتاكيد كمان وجود رضا سليم بنيولوكي جديد في التدريبات ووجود انطوني موديست. نتمنى التوفيق يا رب باذن الله لكل العناصر الموجوده مع كولر خلال الفتره اللي جايه. الاهلي هيرجع من الاجازه او الفتره الحاليه في التدريبات اللي هي بدون اللاعبين الدوليين على 9 مباريات في اقل من 28 يوم من 14/6 ل 12/7، مرحله مهمه جدا من مرحله الدوري هتكون فاصله في ترتيب وشكل المنافسه على بطوله الدوري العام. نخرج الى فاصل وبعد الفاصل لسه عندي مفاجآت واخبار مهمه جدا.